السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة مطبخ قمر. اليوم جبت لكم من تارت أو فريز. نبدأ المقادير. هنايا كنت سبقت وسيت لكم فيديو على لا تارت أو بون، وتسيبوا الفيديو تاعها تحت صندوق الوصف. هنا كنت بريباريت لا بات، ها هي وسيتها في هذا المول، وانتم المول اللي عندكم وسيوه. كنت وسيتها وديريكتومون ما خليتهاش تروبوزا، ديريكتومون حليتها في المول وحطيتها في الكونجيلاتور ساعه. بعد ما خرجتها شعلت الفوخ على 180 درجه، وسيتها ثقبتها بالفرشيطه ودخلتها للفوخ الطبلي. انا وسيت هذا بهذا المول، وسيت لكم هكذا مدوري. راكم تشوفوا قعدوا على حالهم ما حبطوليش، راهي طابت لي. وراكم تشوفوا دات هذا اللون تاع لا طاس باش تجيكم كروستيون. هنا عندي كميه تاع فريز هكذا، عندي لا كريم باتيسيير درتها وراهي بارده قدامي. غطيوها كما راكم تشوفوا وحطوها في الثلاجه، لازم تكون بارده هكذا. وعندي هنايا 50 غرام تاع الزبده، عندي ليكستري تاع فريز، وهاد لا كريم باتيسيير عفوا ولا كريم باتيسيير كي طابت لي كنت وسيت لها كميه تاع ليكستري تاع فريز غير هكذا قطره. وهنايا طيبت لا جولي، انا طيبتها بلا فريز. ها راكم تشوفوا كيفاش راهي. دوك نعطيكم الوصفه تاعها. هنايا لا جولي تاع لا فريز، مكسرونه ديروا نص كاس ماء، وكاس اللي حبيتو عبروا به ديروا نص كاس ماء، ثلاث مغارف كبار تاع السكر، زوج حبات فريز، واسيو ليكستري تاع فريز، هادو لاغوم تاع فريز، واسيو مغرفه كبيره تاع مازها. حركوه في الاول وحطيه فوق النار، النار تكون متوسطه، غير تغلي نقصيها، خليها 45 دقيقة في فوق الفرن حتى تولي هكذا بهذا القوام كما راكم تشوفوا. وزيدوا لها لون احمر، لون احمر هكذا. ولا عندكم بودرة ديروا بودرة، ولا عندكم هذوك لا جولي ديروا لا جولي، وما تكثروش ها حتى تجي هكذا باش نسيو بها الفريز تاعنا. ونكب هنايا بعد ما نضرب لا كريم باتيسيير تاعي، بعد ما نضربها بالزبده نكب هنايا، نكب كميه صغيره تاع لا جولي كنت بريباريتها انا في المنزل. وهاد لا جولي تشد لكم شهر في الثلاجه. نوانسي هذيك الزبده ولا لا مارغرين شي اللي عندكم، نضربها بالباتور. نضربها بالباتور هكذا بالوقت، ندير سرعه قليله. كم هذيك لا جولي اللي قلت لكم طيبتها تاع لا فريز، ندير كميه هكذا حوالي زوج مغارف كبار. تجي غوز كلير هكذا، نحطها قدامي. هنا لا كريم باتيسيير تاعي وسيتها في لابوش، نتوما ولا ما عندكمش لابوش ولا ما تواسيوش ماشي مشكل، مواسيو ديريكتومون بالمغرفه. بعد ما كملت زينت لا فريز كيما راكم تشوفوا هكذا، هنايا سخنت هذيك لا جولي، سخنتها شويه في الميكرووند. من احسن صدقوني واسيو هذا الوصفه تاع لا جولي تاع الفريز، صدقوني احسن لي تشيوها من برا. وعلى فكره ليكستري تاع فريز، اي ليكستري تاع قارص ولا فريز ولا بندق، اي ليكستري اللي تحل تفوتو تحلوه دائما واسيوه في الثلاجه، ما تخليوهاش برا على الثلاجه. لا لا كي يكون ماهوش كي يكون مغلوق ما تكونوش حليتوه، ماشي مشكل تنجمو تخليوه في اي مكان، بصح يفوتو تحلوه ماذا بيكون توسيوه في الثلاجه. سخنت لا جولي نوسيها هكذا هكذا من الفوق. بعد ما
كملت زينت لاطارت تاعي، دوك نخليها في الثلاجه. على بالكم لي طارت يحبوا بردين، يحبوا يتكلوا بردين، انا نخليها تبرد مليح. بعد ما تبرد لي راني نوريها لكم في الصحن تقديم ان شاء الله. بعد ما بردت معايا لاطارت فريز كما شفتوني طريقه سهله، ونتمنى ان شاء الله تكونوا ديتو كاع النصائح اللي قلتها لكم، والفيديو تاعها تاع لاباط وتاع لا كريم باتيسير راكم تصيبوه تحت صندوق الوصف. نتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ولا عجبكم وعليكم تواسي وجم وتشاركوا في قناتي اللي يوصلكم جديد. خليتكم على خير في فيديو اخر ان شاء الله، شاركوا في قناتي اللي يوصلكم جديد، بارطاجيو الفيديو مع احبابكم. خليتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.